السلام عليكم، انا خارجه نتعشى اليوم تشهي الطاووس بالخضره، لان يعني ما تخديش تاكلي الرز هنا باللحم، تشهي الطاووس بالخضره لان انا عندي الحساسيه ديال الكروفيت الشماليه ديالنا الغامبا، يعني غادي نمشي ما نقدش ناكل لا ديال الحوت ولا اللحم، اللحم حرام راكم عارفين، غادي نمشي ناكل الرز بالخضره من بعد. واخا ما خصكش تاكل الرز بالخضره يعني مع السبور غادي، ولكن انا فاكونس غادي فاكونس نحاول باش ناكل الرز بالخضره لان تشهيت وتوحشت، لان في الدار ديالي كنديرو بالنهار بالخضره. وهذا في الوطيل، دابا شوفوا الوطيل خاويه، كاين حتى واحد، الناس كاملين خرجت تعشى دابا لحقاش هنا كيتعشاو مع 7 و 6 و 8، ماشي بحالنا في المغرب حتى 12، والنيت ما كاينش حتى توريست، ما كاينينش، الدنيا خاويه ما كاين لا توريست لا والو. الازمه ديال بصح، ولكن هذا الشيء اللي كاين، شوفوا امتى تحسن الاوضاع ان شاء الله. يدخلوا غير ديال الغايه، انا اللي مرا هنايا ما عليا حكم، انا سايبه ما عليا حكم. يلا حتى نوصل نمشيو لواحد البلاصه سميتها خابيه، خابيه غنتعشاو فيها نصور لكم العشاء الا قديت. انا كنحشم شويه، ما كنقدش نصور قدام الناس دابا حيت ما كاين حتى واحد في الاوطيل، الاوطيل خاوي وانا بوحدي، الاوطيل خاوي وانا بوحدي. هنا راه كاين البرد اليوم، دابا كاينه شي 17 درجه ديال الحراره اللي كاينه، كاين بدا البرد مع اكتوبر بدا البرد. المهم يلا بسلامة البنات، باي باي.